وانا يعني كنت هلبسهم لمين؟ انا عايزه بسيتك وانت اللي مستخسر. انت عمرك طلبت حاجه وانا اتاخرت؟ وانا طلبت ايه جنب اللي النسوان بيطلبوه؟ طب ده انا اعرف رجاله من اغنيين نسوانهم في الذهب والالماس. ما انا لسه مليلك الشكمجيه ذهب والماس. انا عمري اتاخرت عليكي، وهلموم هيكونوا عندك النهارده 3000 جنيه. لا بلاش، اصلك متضايق. انا ما اتضايقش لما احس انك تكوني زعلانه. حقك عليا، صالحني كويس. والمحل هو مستلم هناك؟ عندك حق، سلم هناك. اقول لك ايه، انا عارف ان الحديد سكه والبضاعه مغشوشه ومحدش راضي يشتريها في السوق. ايوه بس انا هشتريها على شرط، اللي هيدفع غير اللي حكيتها في الفاتوره. انا هفهم الحاج ان البضاعه على ضمانتي. تمام تمام التمام، الف سلامه. يا سميرة ازاي؟ خلاص يا معلم. طب يلا حبيبي يا ملك هم، يلا قبل بيتنا دي، يلا اخويا اللي جاب هنا يا سميرة. سالم انا لسه جاية دلوقتي من عند الدكتور. ليه كفالة الشر، تعبانة عيانة سخنة؟ قال لك ايه الدكتور؟ قال لي اني حامل. حامل؟ سالم بابا لو عارف هتبقى مصيبة، هيقتلني هيقتلني وهيقتلك انت كمان. لا 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 لا، الحكايه مش هتوصل لكده ان شاء الله. لازم نتجوز يا سالم وحالا، انت مش وعدتني بكده. ايوه وعدتك بكده، بس الظروف اليومين دول متلخبطه قوي، وبعدين الزواج ده عاوز مصاريف وانا ما فيش. وبعدين هروح اقول لابوك ايه؟ هطلبك كده من باب للطاق؟ الحكايه عاوزه تمهيد، تمهيد يا سميره. بس انا خايفه قوي. طب قولي قولي ايه اللي انا ممكن اعمله؟ هعمله. اقول لك سيب البيت اهرب. لا هتقعدي عندي في البيت كام شهر كده لحد الظروف ما تتصلح، ونحط بيكي قدام الامر الواقع ونتجوز. اهرب يا سالم، عايزني اهرب. هو انت هتهربي على فين يا حبيبتي؟ مش على بيت جوزك حبيبك، ده احنا هنعيش مع بعض في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات وبس. شريف، لحد امتى هتفضل مخبي عني السر اللي معذبك العذاب ده كله؟ انا متأكدة انها مشكلة كبيرة، حرام تشيل همها لوحدك. قولي يا شريف احكيلي. يا خسارة، كنت فاكرة ان ثقتك فيا اكبر من كده. الا مفيش اخبار عن سميرة يا عم صبر؟ ابدا، لا حس ولا خبر.
انا بتهيألي البنت سوريا اختي دي ليها دخل في الموضوع. سوريا؟ يمكن زعلتها من وراك وانت مش واخد بالك. بالعكس، لا يمكن ابدا. سوريا ست حنينه قوي. انا عارف. ولو كان في حاجه كانت سميره قالت لي، انما تمشي كده تطفش. طب ما يمكن كانت عاوزه تتجوز حد وحضرتك رفضته. لا لا ابدا، ما فيش حاجه من دي خالص. شيء غريب، انا في غايه الدهشه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سعيد صابر الجندي؟ اهو هو ده. اي خدمه؟ امضي لي هنا لو سمحت. امضي لك على ايه؟ ده انذار بالحجز. حجز؟ يا ساتر يا رب. ما تحط مره واحده. السلام عليكم. الف سلامه يا حبيبي. ايه الحكايه؟ قالك كمبيالات متاخرين عليا. الناس جرالها ايه؟ في خير؟ والعمل يا سالم؟ مفيش بقى غير سوريا. سوريا؟ استلف منها قرشين مشي بيهم امورك، لحين ميسره ابقى ردهم لها وفوقهم الاكراميه. منين يا حبيبي؟ هو انا قاعد على سل فلوس؟ انا سل فؤاد. اللي يسمع كده يقول انك كنت بتكنز من كنوز الدنيا وتديني. سوريا، انا جبت لك صيغه والماظ باكتر من 100,000 جنيه. يعني لو ترهنيهم في اي بنك تفك ازمتي وتوقفين احلى رجلي من جديد. متاسفه يا حبوب، بردوني عينيا، صيغتي ما اقدرش افرط فيها. روح شوف لك عكاز تاني وقفك على رجليك. سرية، ده انت مراتي ومن حق عليكي انك تقفي جنبي وتساعديني. بس تاهت ولقيناها مراتك، ومن حقك اني اساعدك، وانا مش عايزه اساعدك. حلها ايه يا جميل؟ تفتكري ايه؟ اني ارمي عليك اليمين واديلك ورقتك. تطلعين؟ وكل واحد يروح لحاله. ازاي يا سراي؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا بحبك يا اخويا. بلا حب بلا خيبه، شوف الوخزه اللي انت فيها الاول. ايه اللي يخليني اعيش مع راجل مفلس دكانته هتتشمع؟ ايه ده؟ يا خبر اسود، كده يا صاحبي، يا خبر اسود، يا خبر اسود. دلوقتي يا باشمهندس، ما دام ربنا موسع علينا ورزقنا بيتيسر والحمد لله، ايه اللي يخلينا ما نتوسعش بتجارتنا؟ عداك العيب يا حاجي. عشان كده انا شاورت نفسي واعتمدت على الله، ونويت افتح معرض سيارات وقطع غيار. ده مشروع هايل ومكسبه مضمون. مش قلت لحضرتك يا بابا ان اكيد شريف هيعجبه المشروع؟ يا ليلى يا بنتي، مش مهم هيعجبه بس، المهم كتفي يبقى كتفي. رقبتي يا حاج، هتمسك المحل الجديد وتبقى شريك بالمجهود. شريك؟ الكلام اللي بتقوله ده يا حاج ابراهيم، ده لو اشتغلت لك العمر كله ببلاش ما اقدرش اوفر جزء من جمالك. حلو الكلام يا باشمهندس، بس الشغل شغل. الجامعة هي اللي قالت لنا كده. الجامعة اللي قالت لي كده؟ ايه يا بابا، انا ماليش دعوة بقى، هو ده شغلكم مع بعض وانتوا تتصرفوا بيه. على اذنكم. شريك يا ابني، انا ماليش ولادة، لكن ربنا هوصلك بيه وهداني بيه. انا محتاجك عشان تعكس عليك. ترفض تمدي لي ايدك؟ لو مديت لي ايدك يا حاج هوطي بصري. ان كان ربنا هداني بيك، يبقى عوضني عن ابويا اللي اتحرمت منه بالحياه. على بر والشرف على البر التاني. لا لنا غرض يجي لنا
الاول احنا نعديله. لا يا سرايا. انت لسه عايز من سرايا ايه؟ هو كده عامل زي الفرخه الدايخه، اذبحيه وخلصينا منه. مش العصمه في ايدك؟ روح وانت طالع بالثلاثه. لا انا جوزك، انا جوزك. احبك احبك يا يا اخي حبك. بره 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 بيتي يا سرايا. بيتك ده ايه؟ بيتك يا بيتك. بيت بره. ليش اطلع بره؟ بره ما تنفعش اسمي على بيتك. سرايا بره يا اخويا. ايش بره؟ بره بره. انما لوز حته راجل مغفل تقله ذهب. لا تقولي لي بقى صابر الجندي ولا الف زيه. كفايه بقى يا سالم، احنا خدنا من صابر كل حاجه، خدنا منه فلوسه وعربيته وشقته، ومش فاضل غير ان احنا نتجوز. نتجوز ليه؟ ما احنا كويسين قوي اهو. هو انت ناقصك ايه؟ ما انا ملك ايديك اهو يا حبيبتي. احنا مش متفقين على كده؟ ايوه اسمعي كلامي بس، وسيبك من حكايه الجواز دي دلوقتي. احنا ان شاء الله داخلين على شغل جامد هيعلينا لفوق لفوق. هنبقى من اصحاب الارانب والفرصه قدامنا. انت حليوه وانا نبيه، يبقى ناقصنا ايه؟ مش ناقصنا بقى غير ان احنا نمد ايدينا ونهبر. نهبر. موضوع الجواز كل ما اكلمك فيه. صدقيني يا ليلى ما بتهربش، لكن في ظروف. اي ظروف؟ البكالوريوس واخدته وبقيت شريك بابا في المعرض. حالتك الماليه كويسه جدا، ايه اللي يمنع بقى؟ ليلى انت ما تعرفيش عني كل حاجه. انت حاولت تقولي وانا ما سمعتش. في ايه يا شريف؟ مخبي عني ايه؟ انا في حياتي شيء معذبني، خليني مش قادره اتمتع لا بالفلوس ولا بالنجاح ولا بالدنيا نفسها. انا عارفه، علشان كده عايزاك تحكي. تستريح انت واستريح انا. معلش مش دلوقتي، هيجي يوم تعرفي فيه كل حاجه. كل اللي بلغني عنه. طب وسميرة هربت ليه؟ مرات الأب يا شريف، مرات الأب اللي ما تراعيش ربنا. بس كله منك، كان لازم تستنى مع أختك. ما قدرتش يا عم شاكر، ما قدرتش أعيش في بيت واحد مع ست زي دي تعبان يلبد ويلدغ.